السلام عليكم. هنتكلم دلوقتي إن شاء الله على أول نوع من أنواع الروابط اللي موجودة بين الإليمنتس، وهي اسمها الأيونيك بوند أو الرابطة الأيونية. الرابطة الأيونية دي تحصل غالبا ما بين أو دايما ما بين ميتالز ونون ميتالز، أو نقدر نقول بشكل أدق إن هي ما بين ميتال ليه أيونيزيشن بوتنشال قليل، فهو ممكن يفقد إلكترون بسهولة، وما بين نون ميتال اللي ليه الكترون افينيتي عاليه، يعني هو عنده قابليه كبيره ان هو ياخد الكترونز ويكون نيجاتيف ايون. فبيبقى عندي بوزيتيف ايون اللي هو سواء بقى هيبقى صوديوم ولا بوتاسيوم ولا اي حاجه من الحاجات الميتالز، وهيبقى عندي نيجاتيف ايون اللي هو الفلورين او الكلورين او البروميم. وعشان كده بيحصل تجاذب شديد جدا 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 بين الميتال والنون ميتال الايونز يعني، وعشان كده بيبقى الرابطه الايونيه دي رابطه قويه جدا 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 جدا. كان في يعني ايه من الحاجات اللي الناس كانوا مهتمين بيها ان هم يدرسوا طول الرابطه دي، يعني طول الايون الايونيك بوند عامله ازاي، او المسافه ما بين النيوكليوس والنيوكليوس بتاع الاثنين اتومز اللي بينهم ايونيك بوند هتبقى عامله ايه. ف يعني هنمشي مع الموضوع كده، انا مش عايز ادخل في تفاصيل قوي لان هو يعني ما اظنش ان هي هتبقى مهمه بالنسبه لناس كتير يعني. فهو ببساطه علشان بس نفهم الموضوع، هو انا عندي صوديوم ايون بوزيتيف ايون وفي كلورين نيجاتيف ايون، فهيبقى لو هم بعاد عن بعض ففي بينهم قوة جذب نتيجه لفرق الشحنات اللي بينهم، نيجاتيف وبوزيتيف عايزين يقربوا لبعض، ولما يقربوا لبعض وبتبقى الفورس اوف اتراكشن بتتحسب من القانون ده خلاص، اللي هو التشارج على ال 4 باي ايبسلون ار سكوير، الار دي اللي هي المسافه بينهم، والابسلون ده اللي هي البرميتيفيتي، هي دي المفروض تبقى ار مش دبليو، والابسلون دي اللي هي السبيس برميتيفيتي خاصيه للفراغ يعني. وبعدين بيبقى عندي نوع تاني من الفورسز لما يقربوا من بعض قوي اللي هي قوى التنافر، ان انا عندي الكترونز بره هنا وفي الكترونز بره هنا، ولما بيقربوا من بعض بيحصل بينهم ريبالشن. فبيبقى في الحقيقه عندي نوعين من الفورسز بيأثروا على الاتومز، الاتراكشن والريبالشن. ولو بقى يعني ايه حبينا نحسب الريبالشن فورس هتبقى ان بي على ار باور ان ماينس 1 ان بلس 1، يعني دي برضو ايه ليها كان ليها اثبات وقانون، ومش يعني مش عايز ادخل في تفاصيله قوي. المهم يعني ايه في حاله الاتزان بنقدر نجيب الايه الكونستانت اللي هو بي ده بالفورمولا دي، وفي ليها اثبات طويل قوي قوي لو احنا عايزين نجيب الانرجي اللي هي بتبقى النت انرجي بقى اللي هي نتيجه للريبالشن والاتراكشن، هيبقى الفرق ما بينهم دي ناقص دي، وهيبقى في الاخر الشكل ده هو اللي بيعرفنا الانرجي بتاعه البوند كفانكشن في الديستانس، يعني عند كل ديستانس الانرجي هتبقى عامله ازاي. فهلاقي ان انا لما يبقى عندي يعني عندي حالتين، عندي ودي بيسموها البورن ايكويجن، انا عندي حالتين، عندي حاله لو الاثنين، انا مش هدخل في المعادلات قوي برضه، انا عايز اركز على الفيزيكال مينينج اللي هو المعنى الفيزيكال بتاعها يعني. وهلاقي ان انا لما يكون مسافه بينهم كبيره جدا فانا الريبالشن فورس منعدمه، لان الالكترونز اللي هنا مش شايفه الالكترونز اللي هنا، فبالتالي بيبقى الحاجه المسيطره على الانرجي بتاعه البوند ساعتها بتبقى الاتراكشن فورس او الاتراكشن انرجي، فبيبقى الاتراكشن انرجي هنا عاليه، ومع الوقت بتبتدي او مع المسافه لما بتقرب بتبتدي تقل، ولما يبقوا قريبين قوي من بعض بتبقى الريبالشن فورس عاليه جدا وبتقعد تقل 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 لغايه لما تنعدم خالص لما يبعدوا عن بعض. ف هلاقي ان في جزء من الرسم هنا من المسافه بينهم بتبقى عندها الاتراكشن فورس هي المسيطره، وفي جزء بتبقى الريبالشن فورس هي المسيطره، واللي في النص بيبقى يعني حاصل الفرق بين الاثنين. فلو جيت ارسم بقى المحصله هلاقي ان هي هنا هتبقى ماشيه تقريبا زي الاتراكشن فورس، وهنا بتبقى ماشيه تقريبا زي الريبالشن فورس، بس بتبقى في النص بتاخد بقى حاجه في النص ما بينهم هما الاثنين، وبيبقى ليها قيمه مينيمم دي اللي هي المينيمم انرجي، واللي هي عندها اكتر وضع من اوضاع الاستقرار هيبقى في عند المسافه دي. فالمسافه دي اقدر اعرف منها او هتبقى هي فعلا المسافه بتاع او طول بتاع البوند الايونيك بوند اللي هي عند الار نود دي خلاص. اللي يهمنا اكتر في بالنسبه للايونيك بوند اللي هو الشكل بتاعها عامل ازاي. يعني انا عايز لما الناس تفكر في الايونيك بوند تفكر في الملح اللي احنا بناكله في البيت. الملح ده عباره عن صوديوم كلورايد سولت،
فصوديوم كلوريد ده احنا ما بنلاقيهوش مفتفت، هو بيبقى في حالة كريستالز يعني، صحيح صغيرة بس كريستالز. كريستال دي مكونة من ملايين وملايين من الصوديوم كلوريد مولكيولز اللي واخدة الشكل اللي احنا شايفينه ده. بيبقى عندي بوزيتيف ايون ونيجاتيف ايون، وفي جنبها بوزيتيف ايون ونيجاتيف ايون، وجنبها وجنبها وجنبها، فبيبقوا عاملين زي باكنج كده، زي ما احنا شايفين كده، كأن واحد جايب كور وراح كبسهم في صندوق وقفل الصندوق عليه. فهو ده اللي بيسموه الكريستال ستراكشر، وده اللي بيخلي الملح صلب، ان هو يعني الملح الطعام مش سهل ان واحد يكسره يعني، لو مسكته بايدك وحاولت تكسره كده مش هتعرف، لازم تكسره، تبذل مجهود شويه عشان تكسره. ودايما بيبقى الايونيك مولكيولز او المولكيولز اللي فيها ايونيك بوند بتبقى موجوده في شكل كريستالز، عمرك ما هتلاقي مثلا صوديوم كلوريد مولكيول لوحدها، لازم هتبقى موجوده في شكل كريستال كبير كده، في مولكيولز كتير جدا جدا جدا. الشكل ده هيفهمنا كتير من الخصائص بتاعه الايونيك بوند او الايونيك كومباوندز يعني. من الخصائص بتاعه الايونيك كومباوند ان هي ليها ميلتنج بوينت وبويلنج بوينت عاليه جدا، ان انا عشان اسيح الملح ده هحتاج درجه حراره عاليه جدا جدا عشان اقدر اكسر الرابطه القويه اللي ما بين النيجاتيف ايون والبوزيتيف ايون دي، فدي مش حاجه اقدر اعملها بسهوله، لازم بدرجه حراره عاليه. ان هو في الحاله دي التشارجز بتبقى ستيشنري يعني، بتبقى واقفه في مكانها ما بتتحركش، وبالتالي فانا مش سهل بالنسبه لي ان انا انقل كهرباء من خلال الملح وهو صلب، لان هو في الحاله دي التشارجز دي مش هتقدر تتحرك من مكانها. لكن لو انا دوبته زي هنا مثلا، لو انا دوبته في ميه ولا حاجه، هلاقي ان خلاص الايونز دي بقت حره انها تتحرك في الميه براحتها، وبالتالي قدرتها على نقل التيار الكهربائي هتبقى اعلى. وده اللي بنشوفه، لو انت جبت ميه وميه وملح هتلاقي الميه والملح بتوصل كهرباء احسن كتير من لو ميه لوحدها. وقلنا ان هو بيبقى ليه سولابيليتي في الميه عاليه، لان هو بيبقى ليه الايونز دي بتقدر تدوب في الميه بسهوله، وان هو ليه ميكانيكال بروبرتيز دي قلنا عليها من شويه، وان هو الالكتريك كوندكتيفيتي بتاع السوليد بيقل مع درجه الحراره. فاحنا لو عندنا مثلا الالكتريك كوندكتيفيتي عايز اجيبها كفانكشن في درجه الحراره او ريزيستيفيتي يعني، دي بتبقى الريزيستيفيتي عند درجه حراره معينه، درجة حرارة عالية يعني، وان انا بقول ان العلاقة ما بين الريزيستيفيتي عند اي درجة حرارة هتساوي الريزيستيفيتي عند درجة الحرارة العالية دي، مضروب في الاكسبوننشال بتاع الاي اللي هي الاكتيفيشن انرجي على الار تي اللي هي بقى الجاس كونستانت والتمبرتشر. يعني في علاقة اقدر اتوقع بيها درجة الريزيستيفيتي بتاعته عند درجات حرارة مختلفة. فده بالنسبة لأول نوع من أنواع البوند. أنا هوقف دلوقتي، والفيديو الجاي إن شاء الله نكمل النوع التاني اللي هو الكوفيلنت بوند بإذن الله. والسلام عليكم.